وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر هذه الآية والمتعلقة بالدعاء بين آيات الصيام من باب أن الدعاء مقبول حال الصيام، وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر. فالدعوة مأمور بها ومستجابة حال الصيام.